السلام عليكم اليوم الحلقة الأخيرة عن دارون الأخيرة في هذا الفصل وليس في الكتاب كتاب ديفيد دي كوامن دارون مترددا فيما بعد نذهب إلى كتاب آخر أو مواضيع أخرى ثم فيما بعد أيضا نعود إلى دارون في هاي الحلقة الأخيرة اللي ساعد على وضع إنجاز كتاب أصل الأنواع في منظورة صحيح أعادت قراءة قرأت هذا الكتاب مع اهتمام أقل بجوهر الحجج اللي بهذا الكتاب واهتمام أكبر بأسلوب المؤلف بمنطق المؤلف وبما أخفله المؤلف وما أخطأ فيه ومجال دعوة لذلك اللي لاحظ هذا الكتاب يعني بشكل دقيق إذا يتم نقده بشكل عادل ومعتدل دون التقليل مما أنجزه دار مع, مع ذلك هذا الكتاب العظيم سيكتشف أن هذا الكتاب العظيم ليس عظيم في كل صفحة وليس عظيم بكل طريقة أحد عيوب الكتاب هو اعتذار داروين المتواصل عن حقيقة أنه الكتاب أصل الأنواع ليس أطول مما كان المفروض أن يكون عليه بثلاث مرات كتب داروين في مقدمة الكتاب هذه الخلاصة التي أريد أنشرها أو التي أنشرها الآن لابد بالضرورة أن تكون منقوصة لا أستطيع هنا أن أغطي كل المراجع والمصادر لإفاداتي العديدة هذا الكلام ستجده متكرر كثيرا في خطاباته القلقة لأصدقائه قبل أن ينشر الكتاب وأسفه وحسرته لكتاب الكريه هذا إنه مجرد خلاصة بائسة هذه الخلاصة مضغوط وغير وافد لكنه الان يقدم اعتذار للجماهير وليس لاصدقاء في الخطابات والرسائل لا يبدي قلق على نحو خاص للعامه لذلك يصوغ داروين هذه الاعتذارات في اطار ماكر فيقول يؤسفني كثيرا ان هذا النقص في المساحه يمنعني من الوفاء بالشكر للمساعدات الكريمه و ثم في موقع اخر او موضع اخر يقول يعني بما معناه لو كان لدي مساحة استطعت الاستشهاد بمقاطع عديدة في هذا الشأن من المرجعيات لها كفاءات عالية و... و... ثم يقول لاحقاً وهو يتناول نقاط مختلفة لكن ليس لدي المساحة الكافية للدخول في هذا الموضوع عندما نأتي إلى لب المشكلة هل المشكلة فعلاً هي نقص المساحة على بالواقع لا الموضوع لي لم يكن هكذا ابدا كان دارون مساحه جدا كافيه اللي يحتاج الها وزياده تحديد عدد الصفحات كان مؤكد انه يشغل حيز من تفكير دارون في اول شهور من تاليف الكتاب عندما كان دارون يتخيل انه الخلاصه قد تنشر في مقال تتذكرون حسب نصيحه تشارلز ليل لكن بعدها تجاوز الحدود واتخذ خيار تكتيكي وقرر أن الخلاصة لابد أن تكون كتاب في منتصف الطريق يعني في أواخر ألف وتقريبا 858 اتوقع أن الكتاب راح يشغل 400 صفحة كتخمين منه ثم راجع فيما بعد واكتشف أن الكتاب سيكون 500 صفحة ناشر الكتاب جون موريت تذكروا لم يضع أي شروط على دارون أنه يجب أن يكون الكتاب بهذا الحجم أو لا أبدا إلا أن دارون في النص المنشور سنة 1859 لم يتوقف عن الشكوى بشأن القيود التي هو فرضها على نفسه. أستطيع أن أوضح بواسطة قائمة طويلة من الحقائق، لكنه ما يفعل، لا يضع قائمة طويلة من الحقائق. سأتناول في مؤلفي المستقبلي هذه المصاعب لكن هذا المؤلف المستقبلي لم يأتي للوجود يكتب داروين عن سلوك إنشاء أقراص العسل عند نحل العسل فيقول لو كان لدي المساحة لأمكنني أن أوضح أن هذه السلوكيات متفقة مع نظريتي لكنه لم يفعل يكرر دارون خلال الكتاب من بداية نهايته كله أسف على أنه لا أستطيع أن أذكر التفاصيل ربما فيما بعد يأتي فيما بعد ولم يذكر التفاصيل, التفاصيل. لذلك عندما كان يقدم مبررة كان المبرر هو النقص في المساحة بالتحديد ما الذي كان يشكو منه دارون هل المشكلة فعلا المساحة لا المشكلة كانت نقص الوقت تلك هي المشكلة أفزع خلاص والاس افزع داروين بشكل جدا كبير لاقصى حد ممكن كان داروين يعرف انه تاخر سنين طويله في نشر الكتاب كان يحتاج بعد سنين اطول لكن أتته فكره او مخطوطه والاس فباغته وشعر وقتها بالحاجه الماسه لطباعه الكتاب بسرعه تذكرون سردناها بالكامل فكرامته كانت يعني تمنعه ان يعترف ويقول انه انا أردت انشر الكتاب لانه خلاص اريد اسبق قبل كذا، كان يعني يتعلل ب المساحه. هاي نقطه. نقطه ثانيه احد السمات الغريبه الاخرى لكتاب اصل الانواع هو مقدار اعتماد حجه هذه الحجة الطويله على الاحتمالات وكذلك اعتمادها على الدليل الشخصي. ابدا لا يدعي دارون انه يبرهن على حقيقه التطور ابدا بالانتخاب الطبيعي الحقيقه ما استخدم دارون كلمه برهان حتى عندما يستخدم هذه الكلمه يكون المعنى سلبي على الارجح للاقرار بوجود غموض وبوجود امر يستعصي حله حل كتب دارون عن فكره انه علم الاجنه يعطي لمحات عن انحدار السلاله التطوري قائلا قد يكون هذا الراي حقيقيا لكن ربما يستحيل البرهنه عليه على نحو كامل. كتب ايضا عن فكره الفكره التي اكد عليها احيانا القائل ان التغاير في البريه له حدود صارمه قائلا هذا التاكيد لا يمكن اثباته تماما ببرهان. الاهم من كل هذا انه داروين يفهم انه العلم الاستقرائي الجديد اللي اصبح في وقت تاليف هذا الكتاب هو الامثل مختلف عن الرياضيات هذا الكتاب اللي الفه هو ليس واحد زاد واحد يساوي اثنين فلا يمكن ابدا ان يبرهن على نتيجه بما يتجاوز اي امكانيه منطقيه للشك يعني كتاب علمي اذا بشكوك باخطاء بهفوات زين لذلك بدلا من ان يزعم دارون انه يبرهن على نظريته الكبيره اللي يفعل دارون ما هو انه يحرك القارئ يدفع القارئ باتجاه هذه النظريه على نحو مقنع من خلال الادله المتراكمه هذا اللي يسوي دارون الهدف هو ان يوضح انه فرضيته تفسر مجموعه بيانات اكبر من اي فرضيه بديله وبترابط اكبر فيما بيناتها وباحتماليات اكبر، ها هي فقط. لذلك تحدث دارون في هذا الكتاب طيله الكتاب بعبارات على غرار اعتقد انه من المحتمل الى حد ما ان ويكمل او انني مقتنع بان ويكمل يدعم الادله بما لديه من شخصيه رائعه، من شخصيه محببه كسيد انجليزي ذي عقل غير متحيز. حتى يقترح انه هذه الاستنتاجات يمكن على الاغلب ان تعتبر صحيحه. لهذه النقطه باكملها علاقه في وقتنا الحاضر بالصراع الذي يحدث بين من؟ بين اصحاب المذهب التطوري وبين اصحاب قصه الخلق. هذه الحقيقه جافه لكنها حقيقيه مع ذلك هذا الصراع موجود ويجب على هؤلاء المدافعين عن نظريه التطور وتدريسها في المدارس الان ضد التوجهات السياسيه المؤسسه على الدين ان يعرفون هذه الحقيقه وياخذوها بنظر الاعتبار انه لا يوجد يقين 100% في كل العلوم ليس فقط في نظريه التطور تعقيدات نظريات المعرفه التعقيدات البيولوجيه ايضا كبيره جدا فينبغي الا تضيع في خضم هذا النقاش المحموم. لذلك لا يمكن ان نبرهن على أن كل الانواع قد تطورت من اسلاف مشتركه وان الانتخاب الطبيعي هو الاليه الرئيسيه للمحركة لذلك، ابدا شارلز دارمون نفسه لم يزعم اننا نستطيع ذلك. طيب ما الامر يعني صار لنا 20 يوم نلطم الانتخاب الطبيعي والانتخاب الطبيعي وبالاخير يطلع ليس هو لا لا كل ما في الامر انه من المرجح جدا 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 ان يكون هذا التفسير للعالم الحي هو التفسير الصحيح ان يكون تفسير داروين من المرجح جدا 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 انه هذا هو التفسير الصحيح يقين لا يوجد لا تحدثني عن يقين احنا نتحدث عن علم كل اللي سوا قال بيدارون هو بناء على الأدلة اللي حشدها في نظرية الأنواع وكل ما بدأ يضيف عليه في الطبعات السابقة وابوكم الله يرحمه الرياضيات نفسها لا يوجد بها يقين تذكرون برتراند راسل ووايت هيد اللي بقوا 20 سنة يثبتون يثبت رقيم بالرياضيات ما فشلوا 300 صفحة حتى يفقد يثبتون واحد زائد واحد يساوي اثنين تترك نظريه التطور والانتخاب الطبيعي الى جهنم، لكن ما هي التفسير البديل؟ التفسير البديل هي قصه الخلق، تعبير عن ايمان عقائدي ديني لا معنى له من الناحيه العلميه، فلسيا ما يشترك بالعلم. لماذا؟ لماذا قصه الخلق ادم وحواء وكذا، لماذا لا يعني ليس لها اي احترام او تقدير علمي؟ لانها غير قابله للاختبار، انت تؤمن بها لان كتاب مقدس. وليست نظريه علميه وشرحوا لك تحت المجهر إضافة إلى كل ذلك افتقاد كتاب أيضا أصل الأنواع لأي دعوة يقينية مطلقة أيضا يتميز بماذا؟ يتميز بإخفالات أخرى ملحوظة كلمة التطور اللي هي روح نظرية التطور غير موجودة أو يعني ليست موجودة بالحد الكافي بالكتاب يحمل هذا المعنى سنة 1859 غير المعنى الموجود فيما بعد أو الآن تتعلق سابقاً بالتكشف عندما تقول تطور معنا تكشف أو ظهور غامض للأشكال أيضاً يخلو الكتاب من تفسير جيد لمصدر تلك التغيرات التي تحدث في كانت الحية التغيرات الحاسمة بين العشيرة الوحدة التي يعمل عليها الانتخاب يخلو الكتاب من عبارة واضحة حول ما إذا كانت هذه التغيرات تحدث على نحو اعتباطي أم أنها موجهة على نحو ما لا تظهر كلمة أو نعت عشوائية في أي مكان من الكتاب، وكذلك عندما نقول إنه التغيرات اللي تحدث بين الكائنات الحية ناتجة عن صدفة هذا كلام غير صحيح. داروين نفسه لم يقل هذا الشيء. لذلك داروين يلمح ضمنا في الكتاب في بعض النواحي أن تلك التغيرات اللي تحدث في الكائنات الحي غير موجهه لذا اذا قلنا موجهه لابد انه هناك خالق وجهها اذا حتى العشوائيه اللي بداخلها هي سوف تصبح بالتالي موجهه يعني كاننا ما فعلنا شيء على الرغم من اهتمام الكتاب بمبدا التباعد فانه ايضا ينقص الوضوح بشان موضوع انفصال الانواع المحوري كشيء هذا الشيء متميز عن التكيف يعني عندما تتباعد عشيرتين هن كان عشيرة واحدة نوع واحد راح يسمعن عشيرتين داخل النوع الواحد طيب ما هو العامل اللي يفسر انفصالهم عند نقطة معينة نقطة معينة وقررن هؤلاء النوع الواحد طيور أو كذا قررت هاي العشيرة الأولى أن يكون عندها منقار ضخم وهذه يبقى منقارها ما هي النقطة الحاسمة وبالأخير قرر هؤلاء العشيره الواحده يصبحون عشرتين كذلك يفقد هذا الكتاب للافكار الخاصه بتقنيات تقنيات التوارث وطبعا هاي كلها ليس ليس ذنب داروين هذه العلم لم يصل اليها في وقتها فالتقنيات الوراثه اللي كانت يعني حيوي جدا متعلقه بكيفيه تمرير هذه التغيرات المختاره عبر الاجيال من نسل الى نسل ايضا الكتاب ينقصه اي تاكيد واضح على اننا نحن البشر نتشارك مع القرده في احد الاسلاف واعيدها هذا هذا الكلام يعني نقد لأصل انواع الكتاب سنه 1859 لانه حاليا التطويرين والعلم تطور بحيث استطعنا نعرف هذه الامور كلها وناكدها عن طريق الاحفوريات علم الوراثه علم الكيمياء الحياتيه وهكذا علوم بأكملها تثبت هذا الشيء لكن بقتها لم يستطيع فكانت من ضمن الأمور اللي يفتقد إلها الكتاب وهي فكرة أن الخصائص المكتسبة يمكن توريثها لذلك تبدو هذه الفكرة بلغة داروين الواضحة متينة وكذلك معقولة تأثيرات الاستخدام وعدم الاستخدام هي اللي تقرر كتب داروين في أصل الأنواع كتب يقول أعتقد أنه لا يمكن أن يوجد أدنى شك في ان استخدام استخدامنا لتلك الحيوانات الداجنه عندما نقوم بتربيتها استخدامنا لها سوف يقوي ويكبر حجم الاعضاء معينه فيها في حين انه عدم الاستخدام لهذه الاعضاء او عدم تدجينها سوف يقلل من عدها يقلل من هذه التعديلات اللي الحيوانات المدجنه وسوف بالتالي يقوم تقوم هذه الحيوانات بتوريثها بالاضافه الى ذلك لا تظهر هذه السمه في الحيوانات الداجنه وحدها كما يقول دارون لكن تظهر في الحيوانات البريه ايضا يقول دارون اعتقد انه حاله الندام شبه التام للاجنحه في طيور عديده تقطن هذه الطيور الان او قطنت مؤخرا العديد من جزر المحيط هذه الجزر التي لا يقوم فيها اي مفترس لا توجد عندها توجد عندها اجنحه لكن لا تستخدمها. سببها انه لا توجد مفترسات فما استخدمت اجنحتها لان هي لا تستطيع لا تريد ان تهرب ليش يعني لا يوجد شيء يخيفها حتى تستخدم اجنحتها. تعيش في جزر بعيد عن المفترسات فلذلك بدأت هذه الأجنحة اللي عندها تصبح شيء أثري مثلا حيوان الدودو في مارشوس مثلا حيوان اخر الامو في استراليا الكويت تحدثنا عنه ايضا اللي هناك الشبنم ايضا في غينيا الجديده هاي باكمل الحيوانات عندها طيور عندها العفو اجنحه لكن ما تستخدمها كلها خضعت لهذه القاعده كما يعتقد دارون لكن مع ذلك استخدام هاي الاعضاء ي... سوف يعني يؤدي الى وجودها عدم استخدامها سوف تفقد تفقد هذا العضو وكأنه ليس له وجود الزرافة أيضا في رأيي على عكس لامارك لا يمكن ببساطة أن تحصل على رقبة أطول لأن مجرد أن الزرافة تتمنى أن رقبتها طويلة حتى تستطيع أن يعني تأكل النباتات الموجودة لكن دارون يقول بواسطة الاعتياد على مط رقبتها من أجل أن تنال مكان مرتفع تتحصل النباتات فاستطاعت ان تضيف تراكمات بعد تراكمات هذه التراكمات يمكن توارثها وهنا خطا داروين. بالمثل يعني اذا حداد عنده عضلات قويه ابنه ايضا راح يطلع عضلات قويه ايضا لذلك تكتسب الكائنات المفرده بواسطه جهودها وعاداتها تحسينات هذه التحسينات جسديه تستطيع ايضا ان تورث هذه التحسينات الى ذريتها كما اعتقد دارون هذا الاختلال، هذا التشويش، هذه الاغفالات ببعض الابحاث العلميه الموجوده في اصل الانواع كان على دارون ومعاونيه ومساعديه ومن خلفهم من اتوا من بعده من التطويريين ان يقومون بدراسه اكثر الها في اصل الانواع دارو نفسه كان يفهم انه هذا الكتاب الذي اندفع واستعجل في كتابته ليس كتاب كامل، هو كان يعني يعرف انه هذا الكتاب هو ليس كتاب مثالي على أم على امثل وجه او ليس كتاب كامل على امثل وجه. على الرغم من انه تذكرون الحلقة السابقه تنبا انه هذا الكتاب سوف يكون ثوره في التاريخ طبيعي ادرك انه هذه الخلاصه كانت مجرد بدايه وليست اعلان عن شروط التسويه النهائيه ابدا، كان يعرف انه عمل ما نسميه الان بعلوم مثل البيولوجيا التطورية كان في بدايته لم يستطيع لو كانت البيولوجيا موجوده كما هي الان عند داروين يعني في عصرنا كما هي الان موجوده في وقت داروين لاستطاع ان يغير امور كثيره. مع ذلك كان ينوي ان يظل مشارك في هذا العلم وكان يجد صعوبه في فهم التغاير بسبب انه العلوم لم تكن متطوره، كان يريد تفسير الوراثه، لم تكن الوراثه موجوده كما هي الآن كان ينوي أن يتناول موضوع أصل الإنسان هذا الموضوع المثير للجدل لم يستطيع في الوقت نفسه جعل الكتاب دارون رجل مشهور أشهر مما كان كعالم أحد علماء التاريخ الطبيعي والكتاب التقليديين وأيضا جعل دارون مثار الجدل ترجم الكتاب إلى لغات العالم بأكملها كانت الترجمة في كثير من الأحيان سيئة بواسطة مفكرين أجانب لهم أغراض دنيئة نشر هذا الكتاب سواء بترخيص أو بغير ترخيص في كل أرجاء العالم وحاز على الإعجاب وكذلك حاز على الشجب والاستنكار بنفس الوقت لكن النصر الحقيقي لدارون أتى بعد أن توفى دارون وانتشر الكتاب في كل كرة الأرضية نجح الكتاب نجاح هائل في بعض النواحي وفشل في نواحي أخرى جعل الكتاب التطور أمر مقبول في كل البشرية لكنه خلف الكثير من القراء غير المتخصصين وكذلك المتدينين النقاد الدينيين وهؤلاء غير مستعدين للايمان او للقبول بفكره الانتخاب الطبيعي كاليه للتطور مهما كان الامر. تلك كانت الفكره اكبر من ان تستوعبها عقولهم كانت مفزعه كانت قاسيه لا يمكن قبولها. لذلك يبرز كتاب أصل الأنواع بما فيه من أخطاء، وكذلك مواطن عظمة كبيان داروين النهائي عن نظريته. واصل دارون خلال الطبعات الخمسة كما تحدثنا بالحلقات السابقة من أصل الأنواع العبث بهذا النص مرة يضيف مرة يشطب مرة يضيف كثير من الغموض كثير من الحذر، لكن بحلول ألف و869 يعني بعد عشر سنوات من نشر أصل الأنواع بدأ وكأن الإرهاق أخذ مأخذة من دارون أصاب شيء من هذا التعب فأسر إلى صديقه القديم العزيز جوزيف هوغر قائلا لو أنني عشت عشرين سنة أخرى وأنا قادر على العمل فكيف ينبغي أن أغير كتاب أصل الأنواع ثم مع تغير مزاجه وصل إلى قرار حاسم وقال كم ساحتاج الى تعديل الاراء على النقاط. لكن دارون لم يعش عشرين سنه اخرى ولم يكن يتوقع ان يعيش هذا القدر لذلك انهى حديثه بالقول حسنا انها بدايه وهي بدايه لها قدرها. بالفعل كان لها قدرها حقا فمع ان الكتاب كان اقل مما كان يامل ان يكتبه الا ان هذا الكتاب كان اكثر من كافي لكي يسبب حراك ليس له مثيل انتهت هذه الحلقه وشكرا لكم